فيما إذا لو لم يمر زيباري من المحكمة الاتحادية يبقى مرشحكم السيد برهم صالح، هل لديكم الإمكانية للتحشيد له وشركائكم من ضمنهم الإطار سيصوتون له؟ عندكم هيك شغل مهيئين أنفسكم واثقين فيما إذا لو ظل السيد برهم لوحده سيمر؟ نعم، هذا الأمر أكيد الاتحاد الوطني حسب حسابه لكل الاحتمالات ودرس كل التحالفات وكل الأمور في هذا الجانب، وأيضا لديه حوار مستمر مع الأطراف العراقية، مع الإخوة الشيعة سواء كان في التيار أو في الإطار، وكذلك مع الأطراف الأخرى. والعلاقات التاريخية للاتحاد مع الأطراف الشيعية ويعني لها جذور عميقة وتحالفات قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام، بدءا من فخامة الرئيس مام جلال. وأيضا لا ننسى بأن تجربة الاتحاد الوطني في موقع رئاسي مسؤول كرجل دولة من مام جلال إلى المرشحين الآخرين الذين أصبحوا رؤساء للجمهورية، يعني كانوا تجارب ربما يمكن أنا سمعت من كثير من الإخوة السياسيين بأنه كانت تجارب ناجحة. لو أخذنا بأن الرجال في موقع الرئاسة تعاملوا كرجل دولة ولم يتعاملوا ككردي أو كعضو بالحزب وعمل لصالح الحزب أو لصالح قومية معينة، لا بالعكس، كانوا دائما خصوصا من فخامة الرئيس مام جلال كان دائما يعني الخيمة التي تجمع تحته كل الفرقاء السياسيين وكل المكونات. هذا وكان تحول دائماً إلى تاريخ يا سيد طارق جوهر. نعم. الصورة نعم. الآن هذا التاريخ مهم. الصورة الآن مختلفة تماما. أنا أحكي على هذا اليوم، الصورة نستند على هذا التاريخ. نعم، هذا التاريخ مهم بالنسبة للشعب العراقي، يعرف لمن يصوت، للكتل السياسية، من كان أكثر إصرارا وحماسا وحرصا على وحدة العراق وعلى حفاظ على التلاحم القومي والديني في البلد، من الذي قدم خدمات، من الذي تعامل في المناصب السيادية كرجال دولة، من الذي كان نزيها خرج دخل وخرج نزيها، من الذي تم محاسبته وإقالته. يعني يجب أن يكون هناك تقييم للشخصيات. نعم، هذا المنصب استحقاق كردي، ومن حق الكرد أن يتفقوا على شخص معين، ولكن شاءت الأقدار أن تكون ولايتين منذ 2018 ولحد الآن الكرد لا يشاركون بفريق موحد وبمرشح واحد. لذلك حدث ما حدث في 2018.